التقى وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين سعيد برزيق بمدير عام مديرية وادي العين وحورة الأستاذ سالم صالح باوزير وجمع غفير من أعيان ووجهاء وأبناء مديرية وادي العين وحورة للحديث حول العديد من المطالب والمشاكل التي يعاني منها أبناء المديرية بمعية مدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت الدكتور محمد بخلع. وفي مستهل اللقاء نقل الوكيل بارزيق تحايا نائب رئيس المجلس الرئاسي محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، واستمع من الحاضرين للمشاكل واحتياجات المديرية والتي تلخصت في الجوانب الخدمية بمجال الصحة والتعليم والمياه والكهرباء، إضافة إلى مشاريع الطرقات والبنية التحتية للمديرية بشكل عام.